حكم صادم جدا في حق سائق تريبورتر سحل شرطيا. وفاة دافيت برتبة كبيرة في القوات المسلحة الملكية، شاهد التفاصيل. قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالسئنافية الرباط في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس في حق سائق تريبورتر، والذي قام بسحل شرطي كان في سد قضائي بمعية عنصر من القوات المساعدة بمدينة سلا بعشرين سنة سجن نافذة. وقضت كذلك في حق مرافقه بعشر سنوات سجن نافذة مع تعويض مدني لفائدة الضحية. تفاصيل القضية تعود إلى شهر يونيو من السنة الماضية 2020، حينما امتنع سائق دراجة نارية من نوع تريبورتر عن الامتثال لأوامر الشرطي الذي كان يقوم بمهامه في سد قضائية على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي. وعند محاولة الفرار سحل الشرطي مسافة طويلة، مما تسبب له في إصابات متفاوتة الخطورة. ما رأيكم في هذا الحكم؟ نشر فارماروك المنتدى غير الرسمي المهتم بأخبار الجيش المغربي تدوينات على صفحته الرسمية ينعي فيها ضابطا يهوديا كبيرا سبق له أن حصل على أعلى رتبة عسكرية غير مسبوقة في تاريخ قوة المسلحة الملكية كمغربي يهودي. وقال المنتدى المذكور في نعيه للضابط اليهودي قائلا: بكثير من مشاعر الحزن والأسى بلغنا نبأ وفاة الكولونيل ماجور المتقاعد البروفيسور فيكتور أوحيون الأخصائي في الطب الباطني ومدير قسم نفس التخصص بمستشفى محمد الخامس العسكري بالرباط. وبين المنتدى إلى أن الراحل كان قامة علمية مهمة بالمملكة المغربية، وعرف عنه خصاله الإنسانية العالية وأخلاقه الرافعة وتشبثه الشديد بثوابت الأمة. وذكر المنشور أن الراحل فيكتور أوحيون كان الضابط اليهودي الذي حصل على أعلى رتبة عسكرية في تاريخ اليهود العاملين في القوات المسلحة الملكية، وأنه كان يعتبر هرما في مجال تخصصه، واشتغل لسنوات طويلة رئيسا لمصلحة الجراحة الباطنية بالمستشفى العسكري بالرباط، ثم مفتشا مساعدا لقطب التفتيش بالمصالح الطبية للقوات المسلحة الملكية حسب نفس المنشور. نشكركم على حسن المتابعة.